بسم الله الرحمن الرحيم. كلمتين زي بعض بس الفرق في حرف واحد، الاي والاي اللي قبل الام. التانية compliment compliment. الاولى يا جماعة بتساوي كلمة perfection وبيجي منها verb complete، يكمل الشيء عشان يوصل لدرجة الكمال. لكن compliment التانية اللي هو اسلوب المجاملة او اسلوب المدح والاطراء. تمام، يبقى في compliment الاولى اللي هي معنى perfection، compliment التانية معنى اللي هو praising and flattery. See you soon and goodbye.